مشاهدينا، ما زلنا في سياق الحديث عن كوب 27، حيث عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات على هامش قمة المناخ مع وفد من شركة جنرال إلكتريك العالمية. وأوضح الملا أن اللقاء تناول بحث سبل دعم وزيادة التعاون المشترك في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين. وأكد الملا على ضرورة توطين تكنولوجيا خفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين في مصر، في حين أكد مسؤول شركة جنرال إلكتريك العالمية عن رغبتهم في الاستثمار والعمل بمصر في مجال إنتاج الهيدروجين، ومنها الانطلاق إلى أفريقيا.